حنايا توحشناه وراه حنايا تنطلبو سيدنا والله ينصرو، وتنطلبو المحسنين والمواطنين والحكومه يعاونوه يجي. حنايا توحشناه بزاف، الله يرحم الوالدين غيجيبوه ليا. وهاد الشيء اللي كنطلبها نتوما تتشوفوا الحاله، هاد الشيء اللي راه وصلوا لديك البلاد. وعلى قتلت الشيء وقلت هذا ما عندنا شيء، هانتوما تتشوفوا كل شيء على عينكم. دابا راه جايه 5 سنين، هادي عامين في اكادير وثلاث سنين في البرازيل. نتما ما عمرني شتا، واختي اللي هدرت معاه مره واحده ولا جوج، من تما ما انا ما كيهضرش معايا، وبقى فيا ما كناكلو ما كنشربو ما كنعسو، بقى فيا بزاف. ما عندنا ما ندير، اش غندير؟ لا لا ما عنده لا مشكل لا والو، صافي ما عنده شي. ما هز راسو مشى في هاد القهره هادي، وكان كيشارجي التليفون غير في القهاوي، ومره في الحانوت مره، ومن هذا وهز راسو هاد الشيء هذا اللي عايش فيه، هز الراس صافي ما بقاش يهضر معانا. اللي خرجت وصلت تما، ما عندها لا مشكل لا حتى حاجه معاه، واختو عزيزه عليه دائما كيسول فيها، دائما كيهضر معاه. وهذا الشيء اللي كاين، وهانتوما تتشوفوا لا مال لا دو لا والو. هانتوما تتشوفوا دابا 25 ولا 26 ولا هك، وانا عايشه هك. فرحت في الاول، قلت زعما راه غادي، هو قالها لي، قال لي موي راه غادي نمشي نخدم وغادي نخدكم من هاد العيشه اللي راكم عايشين فيها وهاد القهره هادي. ومنين مشى فرحنا، وهذا منين جاتنا الخبر ولا هانت تتشوف. هاد الشيء اللي قالك يبات غير في الزنقه وفوق الكارطون، ومره كيعطيوه الناس ياكل، مره كينعس هكاك ما نعرف. دابا كنطلب منهم غير يجيبوه ليا وصافي. هاد الشيء اللي كنطلب، كان معايا مزيان وكان تيبغيني ومتساوي معاه بحالي مو انا اللي ربيته. راه منين جيت لقيتو هذا باقي صغير، كنشري ليه كوش وكنسرق له حتى كبر. راه دابا كيعيط عليا مي، راه ما تيفرقنيش، ما كيقدش يفرقني. انا اللي ربيته منين كان صغير، انا اللي ربيته شويه وصافي. حتى هنايا كان خدام شويه، وهو اللي كيعاوننا وهو اللي كيعطينا. دابا منين مشى انت تشوف الراجل مريض كيقدش يخدم، البنت هكايا هي تعصبت من هاد الشيء هذا، لا مال ولا حتى حاجه. وكمنين كنعمر البوطه هكايا، منين ما كنلقاش واش نعمرها كنجيب غير الشمع كنضوي به. وواحد الليله تكملت ليا البوطه لا شمع لا والو، بغاو يقطعوه تعشينا غير على البوله ديال التليفون، وفرشنا عليها وصافي حتى للصباح. دابا الجيران، دابا مساكن الجيران هما اللي كيعطيونا الماء ديال الشريف، مره كيقدني مره ما كيخدمنيش، شاي كنشربوه سخون في العشيه عاوتاني كنشربوه سخون. عندنا ما نديرو هادشي اللي قسم الله. انا حتى جا وقالك ها كاين، والبارح عاد شفناه شويه واش اللي كيبات في الزنقه وتيفرش غير الكارطون، اش غتكون حالته كي دايره؟ خرج غير باش ينقدنا. كان كيقولها لي، كيقول لك اموي هاد العيشه اللي عايشين حنايا راه ماشي العيشه هادي، بحال اللي ما عايشينش كاع في الدنيا، لا مال لا دو لا حتى حاجه. دابا البنت عندها 15 عام، وقرانتها تيقول تيتمناو شي حاجه يوصلوها، وهي كتقول لك اموي تنتمنى غير يكون عندنا الضو والماء وشي تلفازه نتفرج فيها ونشارجي التليفون. هاد الشيء اللي كنتمنى. هو كنعاونو غير بالرضا، الله يرضى عليه، الله يعاونه، الله يفرش له الرضا ويغطيه به، الله انا كنرضي عليه. وهذا الشيء اللي تنتمنى له صافي. نطلب منهم يعاونوني يجيبوه ليا، وعاونوني شويه. هانتوما تتشوفوا حالتي كي دايره، هانتوما دابا 25 ولا 26 ولا هكايا، تقهرنا لا مال ولا والو. دابا كنسقاو غير من الجيران ديال الشريب، ونسقاو من السقايه، تنجيو نهز الفيديوهات ونهز الصطولية انا وياه، تقهرنا بزاف، مقهورين بزاف دائما هكايا دائما. إلا ما سقيناهش ما خصنا نصبنو، خصنا نسيخو، خصنا نغسلو، خصنا دايما خصنا نديرو نهزوه. تيخدم شوية هو داير حاشاك الحمير، كيطالب معاشو، كيهز هكايا صخرة للناس وتيتسخر لهم وصافي. ما كيقدش، راه مريض، راه كان تشلات له يدو ورجلو، ما كيقدش يحركهم، وشات له الهضرة. ديتو للطبيب غير لهنايا الوزين، هنايا دوزت له ب2400، خرجت له شويه ديال الدواء، عطاتو هي شويه وشريت له شويه صافي. ملي نكمل هذاك الدواء ما لقيت باش نردو، دابا راه مريض. دابا ملي نسمع ولدو هاد الشيء هذا، دابا عاد زاد كمل، وتنرضي عليه وصافي، وتنرضي عليه ويعاونو ويتهلا في راسو حتى يجي. وهاد الشيء اللي انا بغيت سيدنا يعاونني يجيبوا لي ولدي وصافي. هاد الشيء اللي كنطلب منهم، الله يرحم الوالدين. بغيت سيدنا الله ينصرو ويشافيه.
الله يعاونه. هادشي يا سيدي اللي عارفه، ما كنعرفش العربية بزاف. نتمنى شي نهار يكون حدايا، تيجي يكون حدايا. دابا باقي ما شفنا شي، باقي ما كاين والو. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.